صباح الخير عليكم، ان شاء الله راكم لاباس. نتمنى تكونوا كامل بخير وصحه جيده يا ربي. كيفاش صبحتوا اليوم مع هذا الجو؟ يعني اليوم نهار مليح، ما فيش البرد بزاف. فوالا، كيما راكم تشوفوا راني صبحت على القهوه وحليب تاعي، انا حنفطر ومن بعد ان شاء الله راح نخدم معاكم واحد الوصفه مليحه بزاف، اللي هي حلوه، يعني عباره عن جاتو بزاف اقتصادي وبزاف بنين، ما فيش مكونات بزاف، وما الخدمه تاعو تعني يعني سهله ما تعيش. دوك راح نفطر ومن بعد جوزوا معايا للطريقه كيفاش نحضروا هاد الحلوه. الو، دوك رايحين نجوزوا نخدموا الحلوه تاعنا، يعني الجاتو اللي قلت لكم عليه. واش راح نحتاجوا فيه؟ راح نحتاج زوج بيضات، يعني يكونوا درجه حراره الغرفه، واش راح نحتاج؟ راح نحتاج كاس من بودرة يعني شوكولا الحليب يعني تاع الاولاد، نحتاج كاس الا اصبع هكا كما راكم تشوفوا، يعني كاس مش معمر بزاف. وبنفس الكاس راح نكيل الزيت ونخليه يعني كيما شيكولا، يعني كاس ناقص صبع يعني تاع الزيت. يعني هاد الوصفة ما تحتاجش فوالا، كما راكم تشوفوا نصب تاعي كاسين الزيت ونخلط مليح المكونات تاعي. ما تشوفوش اللون تاعها هكا، من بعد مع الفرينه راح يعني يتغير اللون تاعها. نخلط مليح المكونات. اللي ما عندهاش يعني هاد الشيكولاتة الحليب تقدر تعوضها، يعني دير نص كاس تاع الكاكاو والنص الاخر ديروا سكر عادي. هاد الوصفه يعني ما نحتاجوش لا فاني ولا رشه تاع الملح، لان الشيكولاتة الحليب يعني كما تعرفوا يعني فيها الذوق تاع لافاني وفيها كذلك الملح، يعني تكون مالحه. على هذه ماناش نحتاجو الى رشه تاع الملح. نخلط مليح، شوفوا نخلط مليح المكونات تاعي. يعني نخلطو مليح حتى نحسو هذاك السكر اللي في الشيبولا يعني داب لي كامل. من بعد واش راح ندير؟ راح نشيحها بالفرينه عادي نورمال. وشنو لازم نخليو؟ العجينه يعني تكون شويه طريه، ما نشيحوهاش بزاف، يعني باه تجينا طريه كي طيب وتجينا مليحه. انا هاي الفرينه تاعي راهي واجده قدامي، يعني الاحسن انه تكون الفرينه تاعكم مغربله.
من الفرينة تاعي اللي جبت غربلتها من قبل. كمية من الفرين وبيان سير ساشي تاع لا ليفور راح نفرغها على الفرينة. فوالا وراح نخلط الفرينة تاعي كما قلت لكم. يعني من الاحسن العجينه تخليوها تكون طريه باه الحلوه تاعنا تجينا مليحه وما تجيش ناشفه كي طيب. انا الان دوك راح نكمل لم العجينه تاعي بالفرينه ومن بعد راح تشوفوها معايا كي نلمها. والان بعد ما لميت العجينه تاعي هاي ليكم بعد ما لميتها كما قلت لكم يعني تخليوها شويه طريه كما راكم تشوفوا فيها هاي لكم طريه وتلت يعني وتلصق في اليد. من الاحسن انكم تخليوها هكا كما قلت لكم باش تجيكم يعني الحلوه تاعكم مليحه وطريه وطيبكم يعني خفيفه وتجي بنينه. الان راح نخلي انا العجينه تاعي شويه تريح ومن بعد راح تشوفوا معايا الطريقه كيفاش راح نشكل هذه الحلوه. فوالا بعد ما ريحت العجينه تاعي شويه يعني وشدت روحها الان راح نشكلها يعني شكل هكا تاع كادو. بالنسبه للشكل كل وحده عندها الاختيار، كل وحده عندها اختيار في تشكيل يعني تقدري تطبعيها تقدري المهم يعني راكم تعرفوا يعني اشكال تاع الكادو. راح تشوفوا معايا انا كيفاش رايحه نشكلها. فوالا بالنسبه للطريقه تاع تشكيل الحلوه تاعنا راح نجيب هاد الغطاء يعني تاع العصاره، نظن انكم كامل تعرفوه يعني العصاره ينعصروا بها تشينه. كيفاش رايحه ندير؟ راح نقلبها منا ونحط هكا انساشي لهنا كما راكم تشوفوا، ندخلها الريح باه بعد كي نشكل الحلوه تاعنا. نظن انكم عرفتوا الشكل يعني كنا بزاف يعني بكري كنا نستعملوا هذا الشكل تاع الحلوه ونخدموا به. كما قلت لكم راح ندخل انساشي، الساشي راح تساعدني يعني في الخدمه تاعي في تشكيل الكاطو تاعي. راح نحكم هكا انبول، انا ما عنديش ميزان سما راح ندير عيني ميزاني كما راكم تشوفوا هكذا. نكعبر العجينه تاعي مليح وندخلها هنايا هكذا ونخدمها هكذا. يعني الشكل تاعها راح يجيني كيما الشكل تاع العصاره تاع التشينه. نضغط عليها مليح كيما راكم تشوفوا من بعد راح نخبط هكذا ولا ننزع الساشي ننزعها وراح يجيني الشكل. عفوا سماني نصور وحديكم على بالكم، راح يجيني الشكل تاع الكاطو تاعي هاوريكم. من بعد راح نهزو ونحطو في البلاطو. انا كنت ديجا خدمت وحده هاي ليكم. هذا هو الشكل يعني تاع الحلوه تاعي اللي رايحه ندير. كما قلت لكم سيدتي كل وحده عندها يعني حره يعني في تشكيل الحلوه تاعها. درك انا راح نكمل الكميه تاعي كامل ومن بعد راح تشوفوا معايا طريقه تزيين الحلوه تاعي كيفاش. بعد ما طابت الحلوه تاعي اخواتي راني خليتها بجيه يعني باه تبرد لي مليح. درك واش راح نحضر؟ راح نحضر صلصه الشوكولا. هذه الصلصه اللي راح نحضرها يعني راح نخدمها بالشيكولا بعد تاع الغبره. واش راح ندير؟ راح ندير نصف كاس تاع شيكولا تاع الغبره وربع كاس تاع الحليب. يعني انا بديت الوصفه تاعي من الاول يعني بالشيكولا. كما قلت لكم اذا ما عندكم شيكولا تاع الحليب تاخذوا تعوضوها بالكاكاو مع السكر. انا مادام بديت يعني الوصفه تاعي بالشيكولا راح نكملها بالشيكولا
وكما اللي بداتها بالكاكاو والسكر وما عندها الشيكولا، واش راح تدير؟ راح تدير يعني نصف كاس تاع الكاكاو والسكر مع ربع كاس الحليب، وايضا راح تحصل على نفس النتيجه، يعني تحصل على صلصه شوكولا اللي راح ندهنوا بها الحلوى تاعنا. راح نحط نصف كاس تاع الشيكولا مع ربع كاس تاع الحليب، فوالا هاوليكم ربع كاس تاع الحليب، ونحطوها على النار تغلي. حطوها تغلي على النار، بعد ما تغلي لي هاد الصلصه هاد الشوكولا راح تكون واجده، ونغطيو بها الحلوى تاعنا. كما راكم تشوفوا راني حطيت الشيكولا تاعي اللي خلطتها مع الحليب على النار تغلي لي، يعني حتى نحس القوام تاعها ولا شويه ثقيل، ومام طون يعني يذوب هذاك السكر اللي في الشيكولا، وتكون الصلصه معنا واجده. هاد الصلصة يعني انا نستعملها يعني دائما في الحلويات، يعني ما تفزلش، يعني من بعد كي تقعد الحلوى تاعك راح تزيد تشرب هذيك الصلصة مليح وتعطيك مذاق يعني رائع وتجيب نينة بزاف بزاف. هاد الصلصة راح نخليها حتى ترفد الغلية، من بعد باه ننزعها. كما راكم تشوفوا هاي بدات تغلي معايا، بعد ما تغلي راح تكون واجده والقوام تاعها ثقيل. فوالا دوك راح نطفي عليها ونخليها تبرد، ومن بعد راح نشوفوا كيفاش راح نزينوا بها الحلوى تاعي. بعد ما بردت الحلوى تاعي خليتها بردت مليح، شوفوا معايا كيفاش راح نزينها. راح نحكم حبه تاع حلوى، فوالا هكذا، وراح نحطها فوق الفرشيطة كما راكم تشوفوا، وراح نهز كمية من تاع الشيكولا ونصبها على الحلوى تاعي. هكذا الحلوى تاعكم الشيكولا تاعكم عفوا مش راح تضيع لكم، يعني اللي تخدموا بها وهذيك اللي تسيح راح تسيح، فهذه بعده يعني ما تضيع لكمش. فوالا صبيت عليها كمية مليحة باه تغلف لي بيان الحلوى نتاعي كما راكم تشوفوا. هكذا شويه نخليها يعني تقطر باه تنزل هذيك الشيكوله الزايده كامل، رايحه تنزل كما راكم تشوفوا. راح نحاول اني نخبطها هكا بالعقل باه تنزل كامل هذيك الشيكوله اللي زايده. من بعد واش راح ندير كما راكم تشوفوا؟ راح نحكم كمية من الكاكاو، عفوا يعني كما قلت لكم اني نصور وحدي، والله نحاول اني نوصل لكم تكون عليا العملية شوية صعيبة. فوالا بعد ما قطرت الحلوة تاعي واش راح ندير؟ راح نرش عليها نواد كوكو كما راكم تشوفوا، راح نحطها هكا لهنا ونرش عليها نواد كوكو. راح تشوفوني كي نرش عليها ونحطها يعني هنايا، يعني وجدت لها بلاصه بنحطها هنايا حتى تشيح لي وتحكم روحها، ومن بعد ننزعها. والان فينالما هاي ليكم الحلوى تاعي بعد ما وجدت ودريت عليها الكاكاو. كما قلت لكم انا حطيت لكم هكا حبيبات في الصحن يعني باه يجيو باهين تشوفوهم. انا لهنا يعني ما كملتش التزيين تاعها باسكو ما عندي والو، وحبيت اني نحطها في الكيسات ثاني ما عنديش، وحبيت نشيل هكا شعفسه هكا يعني نجمه ولا لي فلوغ هذوك اللي يتباعوا هكا نحطها هنا من الفوق، لاني رايحه لدارنا ان شاء الله ورايحه نديها معايا. يعني كنت تعرفوا مرت خويا مزيده وداك، يعني ما قلتش نروح بيديا ندي حاجه، ما نروحش يديا فارغين يعني ندي حاجه في يدي كش ما يجيو عباد ولا ضياف هكا. راح نحطوها هنا في القهوه كما شفتوا الطريقه معايا، يعني سهله وبنينه بزاف، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، يعني حلوه اقتصاديه او ميم طون. المهم دوك انا نخليكم، وكما قلت لكم اني رايحه لدارنا، ولكن طولت عليكم سامحوني يعني ما
يعني واقيلا راح نقعد الويكاند يعني جمعة وسبت، راح نحاول كيفاش يعني نطلع لكم ونمد لكم جديد. بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم وبون ويكاند، وانتظروني في الجديد ان شاء الله.